بالك حوخي بالك. مرحبا، اليوم اخترت باش نحكي لكم على حق الشفعة في القانون التونسي اللي نظمته مجلة الحقوق العينية. والشفعة انه يحل الشريك محل المشتري في التملك بمبيع شريكه في احواله بشروط معينة. مال الشفعة نفسرها اكثر، تكون للشريك باش يشري نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة، على خاطر كي يبداو جماعة متشاركين ويصير يمكن يحصل ضرر الشريك يبيع شريكه منابو وما تنجمش تعيش مع شاري جديد والتصرف معاه في الملك المشترك. واللي عنده الحق في الشفعة يتسمى الشفيع، والعقار اللي يصير فيه العملية متاع الشفعة نسميوه مشفوع فيه. والشفعة هي بمثابة إحالة جبرية قانونية متاع عقد بيع العقار معين، سواء يكون مسجل ولا مش مسجل. مال الشفعة هي انه الشريك يولي في بلاصة الشاري، والشريك يولي عنده الأولوية في شراء المنابات المشاعة اللي يمكن يكون وريث وإلا شريك بسيط، ولا يكون مالك الهواء، ولا مالك الأرض اللي باعوا هواها، ولا شريك في دار للسكنة. وما احناش نحكيه على ملكية الطبقات ديزيتاج، سواء كان المشفوع فيه مسجل وإلا ما هوش مسجل. والشفاعة ما تجيش للجار على جاره، والشفاعة تكون اللي نصيبه أكثر، هذاك هو اللي عنده أولوية. وإذا كان الشركاء عندهم قد وليوا يعملوا قرعة، والحق متاع الشفعة ينجم يكون حتى للورثة متاع الشفيع. وإذا كان رفض البايع باش يبيع للشريك، يلزم يجيب ما يفيد إنه عرض عليه السوم اللي باع به ومصاريف العقد، ويحطهم في صندوق الودائع من غير إذن محكمة. أما غلة المشفوع فيه فإنها تكون للمشتري حتى لين يقوم الشفيع بالقضية متاعه، ويدفع للشاري زاد المصاريف اللي قام بهم كان عمل تحسينات مثلا. أما إذا كان الشاري باع أجزاء ولا الكل من المشفوع فيه، فإنه العقود هذه ما تسريش على الشفيع إذا كان صارت القضية في الأجل القانونية متاعها، والأجل هذا هو شهر من اللي علم بعملية البيع للمشفوع فيه ويبدأ عارف بالسوم والمصاريف. وإذا كان معلمش يولي الأجل 6 شهور من ترسيم العقد بالسجل العقاري، والعقارات المسجلة من نهار تسجيلها بالقباضة. الحق واضح وعنده قيمة وسند كبير باش الشريك يعيش مرتاح من الضرر اللي يمكن يصير له من بيعان حاجة هو شريك فيها. هذا ما عندي اليوم، وإن شاء الله شفيعنا سيدنا النبي، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك.